السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر. خلاص معكم محمد دور الدين. ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي اليوروبا ليج بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية اليوم الخميس 15/9/2022. متابعين الكرام، لأول مرة زرنا القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، اليوم الخميس 15/9/2022 الجولة الثانية من اليوروبا ليج. نادي كاراباكا أقدام فاز على نانت الفرنسي 3-0، أحرز الأهداف لاعب أوسو كوابينا في الدقيقة 60، أميادا دي أوليفيرا في الدقيقة 65، وماركو يانكوفيتش في الدقيقة 72. أولمبياكوس اليوناني خسر على ملعبه من فرايبورغ الألماني 0-3، أحرز ده فرايبورغ اللاعب هوفلر في الدقيقة 5، ميكائيل غرغوريتش في الدقيقة 25، وميكائيل غرغوريتش في الدقيقة 53. فاينورد الهولندي فاز على شتورم غراتس 6-0، أحرز الأهداف علي رضا في الدقيقة 9، دافيد هانكو في الدقيقة 31، دانيلو في الدقيقة 34، علي رضا في الدقيقة 41، سانتياغو خيمينيز في الدقيقة 66، وأسامة إدريسي في الدقيقة 78. ميتلاند الدنماركي فاز على لاتسيو الإيطالي 5-1، أحرز ده في ميتلاند باولينيو في الدقيقة 26، سوري كعبة في الدقيقة 30، إيفاندر من ضربة جزاء في الدقيقة 52، غوستاف إيزاكسن في الدقيقة 67، وإريك سيفاتشينكو في الدقيقة 72. هدف لاتسيو عن طريق لاعب سيرجاي سافيتش في الدقيقة 57. شريف تراسبولا المولدوفي خسر من مانشستر يونايتد الإنجليزي 0-2، أحرز دفاعي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 17، وكريستيانو رونالدو الدون في الدقيقة 39 من ضربة جزاء. ريال سوسيداد فاز على أمونيا الكوبروسي 2-1، أحرز دفاعي ريال سوسيداد الأسباني أندير غيفارا في الدقيقة 30، والهدف السنة عن طريق ألكسندر سورلوس في الدقيقة 80. هدف أمونيا عن طريق اللاعب برونو سيلفا في الدقيقة 72. متابعين الكرام، نادي طرابزون التركي فاز على النجم الاحمر الصربي 2-1، احرز دفاعي طرابزون مارك هامشيك في الدقيقه 16، والنجم محمود حسن تريزيجيه النجم المصري سجل هدف السنه في الدقيقه 68، هدف الفوز. هدف النجم الاحمر الصربي عن طريق اللاعب نيكولو زيتش في الدقيقه 89. موناكو الفرنسي خسر على ملعبه من فرانك فروزي المجري 0-1، احرز هدف فرانك فروزي اللاعب فيزيسي في الدقيقة 80، هو اسمه كده. رين الفرنسي تعادل أمام فنربخشة التركي 2-2، أحرز دفاعي رين مارتن تري في الدقيقة 52، ولوفرو ماير في الدقيقة 54. هدفي فنربخشة عن طريق اللاعب عرفان قهوجي في الدقيقة 60، وإنر فالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 92. سبورتنج براغا البرتغالي فاز على يونيون برلين الألماني 1-0، أحرز هدف اللاعب كارفالهو أوليفيرا في الدقيقة 77. سانت خلوليزي فاز على مالمو السويدي 3-2، احرز هدف سانت خلوليزي كريستيان بورغس في الدقيقه 17، واللاعب توما في الدقيقه 69، واللاعب بونيفاس في الدقيقه 71. هدفي مالمو عن طريق اللاعب زيساي في الدقيقه 6، واسحاق سيلين في الدقيقه 57. دينامو كييف الاوكراني خسر من ايك لارناكا 0-1، احرز هدف النادي ده اللاعب جايروسو في الدقيقة 8. روما الإيطالي فاز على هلسنكي 3-0، أحرز هدف روما باولو ديبالا في الدقيقة 47، لورينزو بلغريني في الدقيقة 49، وأندريا بيلوتي في الدقيقة 68. ريال بيتيس الأسباني فاز على لودوغريتس 3-2، أحرز هدف ريال بيتيس اللاعب روزا دا أوليفير دا سيلفا في الدقيقة 25، خواكين سانشيز في الدقيقة 39، وكاناليس في الدقيقة 59. هدف لودوغريتس عن طريق اللاعب كيريل ديسبودوف في الدقيقة الأولى المكتوبة ضد ضعف الشوط الأول، واللاعب ليما مورايس في الدقيقة 74. بودو غلمت فاز على زيورخ السويسري 2-1، أرهز دفاعي بودو غلمت اللاعب سيل نايس هدف مرمى بيلعب لزيورخ في الدقيقة 54. هدف سين عن طريق اللاعب فيتل سين في الدقيقة 58. هدف زيورخ عن طريق اللاعب دونيس أفيدياي في الدقيقة 81. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، المجموعه A تضم بودو غلمت المركز الاول باربع نقاط، ارسنال الانجليزي المركز الثاني بثلاث نقاط، تم تاجيل مباراتها طبعا امام نادي ايندهوفن علشان الملكه اليزابيث اللي ماتت يعني. ايندهوفن المركز الثالث بنقطه، زيورخ المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه B الثانيه تضم رين الفرنسي المركز الاول باربع نقاط، فنربخشه التركي المركز الاول مكرر باربع نقاط، ايك لارناكا المركز الثالث بثلاث نقاط، ودينامو كييف المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعة C الثالثة تضم ريال بيتيس الأسباني المركز الأول بست نقاط، روما المركز الثاني بثلاث نقاط، لودوغوريتس المركز الثالث
بثلاث نقاط، وهلسنكي المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه دي الرابعه تضم سبورتينج براغا المركز الاول بست نقاط، سانت خيلو ييزي المركز الثاني بست نقاط، يونيون برلين المركز الثالث بدون نقاط، ومالمو المركز الرابع الاخير بدون نقاط. مجموعه اي الخمسه تضم ريال سوسيداد المركز الاول بست نقاط، شريف تيراسبول المركز الثاني بثلاث نقاط، مانشستر يونايتد المركز الثالث بثلاث نقاط، واومونيا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه اف السته تضم فاينورد المركز الاول بثلاث نقاط، ميتلاند المركز الثاني بثلاث نقاط، لاتسيو المركز الثالث بثلاث نقاط، وشتورم غراتس المركز الرابع الاخير بثلاث نقاط. مجموعه جي السبعه تضم فرايبورغ المركز الاول بست نقاط، كاراباكا اغدان المركز الثاني بثلاث نقاط، نانت المركز الثالث بثلاث نقاط، واولمبياكوس المركز الرابع الاخير بدون نقاط. والمجموعه اتش تضم فرينكا فروزي المجري المركز الاول بست نقاط، ترابزون سبور المركز الثاني بثلاث نقاط، موناكو المركز الثالث بثلاث نقاط، والنجم الاحمر الصربي المركز الرابع الاخير بدون نقاط، او اسمه زارفينيا زافيزدا. بالنسبه للهدافين، في المركز الاول لاعب عرفان قهوجي لاعب فنربخش عنده ثلاثه اهداف، يتساوى معه ادام تراور لاعب فرينك فروزي، وسانتياغو خيمينيز لاعب فاينورد، والمركز الثاني علي رضا لاعب فاينورد بهدفين، واسحاق سيلين لاعب مالمو، وميكائيل غرغوريتش لاعب فرايبورغ، وماتياس فيتشينو لاعب لاتسيو، وويليان خوسي لاعب ريال بيتيس، ولاعب تشارل لمبوس لاعب امونيا، وتوكماك لاعب فرينك فروزي، ولاعب جي كاسو لاعب ايك لارنكا، ولاعب تيسيرا لاعب لودوغريتس. المركز الثالث بهدف اندريا بيلوتي لاعب روما، اكثر من لاعب منهم اندير غافيارا لاعب ريال بيتيس، الكسندر سورلوس لاعب ريال سوسيداد اسف مش ريال بيتيس، بريل امبولو لاعب موناكو، وعندنا اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد طبعا، وعندنا ايضا ايدي نيكيتيا لاعب ارسنال، فيليبي اندرسون لاعب لاتسيو، وطبعا النجم المصري محمود حسن تريزيجيه سجل هدف ايضا، واعتقد النجم المصري مصطفى محمد ايضا هو سجل هدف. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. صنع ثلاثه اهداف اللاعب دييجو روسي لاعب فنربخشة المركز الاول، صنع ثلاثه اهداف. المركز الثاني شيرو موبيل لاعب لاتسيو صنع هدفين، وايفاندر لاعب ميتلاند، واخوان ميراندا لاعب ريال بيتيس، وكمال الدين سليمانه لاعب رين، ولورينزو بلغريني لاعب روما، واسامه ادريس لاعب فاينورد، واللاعب اسمه ايه اوكوبيك لاعب اولمبياكوس، وباكسيتاس لاعب ترابزون، ولودوفيتش بلاس لاعب نانتو، اكتر من لاعب. المركز الثالث صنع هدف واحد، انور الغازي لاعب ايندوفن التركي، ايندوفن مش التركي بقى، ايندوفن الهولندي. اندريا هورتا لاعب سبورتنج براغا، كريستيان اريكسن لاعب مانشستر يونايتد، ايدي نيكيتيا لاعب ارسنال، بس بقى خلاص يعني. لويس البرتو لاعب لاتسيو، تريزيجيه سجل هدف وصنع هدف طبعا، سيميليانو جوميز لاعب ترابزون سبور ايضا، وعندنا ماركينيوس لاعب ارسنال. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بعتذر على اطاله الفيديو.